söylediğim gibi kültür olarak Türkiye'ye çok yakın. Buraya geldiğimde yabancılık hissetmedim. Aynı cevaplar. ve burada yöresel birçok şeyi sevdim. Hani yemeklerinizi de tattım. Birçok yerde gezmeye çalıştım. Ve çok mimari, tarihi ve filmlerden de tabii aşina olduğumuz yerleri gördük. Merhaba bikum, tentuma. O saraha evvel merra jahna fil maghrib. وصراحة عجبوا الحال بزاف ناس ديالكم تريز اغريابل مزيانين ظريفين وصلناو بزاف في موروكو مول ولكن عجبوا الحال بزاف ودار شوية ديال المغرب شي نوائح وتاريخ ديالكم مزيان أصلا لكولتور قريب على تركيا وما كيحس براسو فهمت من شي دولة أخرى كيحس بحال اللي هو في تركيا صراحة وإن شاء الله مازال بغى يجي مازال بغى يدور لا كويزين ديال ماروكان تري ديليسيو بنينه بزاف و يلا دابا عاوتاني دابا اول مره جا داكشي علاش ما شافش بزاف ولكن ان شاء الله غيزيدوا لي كومونتير ديالو على المغرب على المغرب ومع دي فاكتو ان شاء الله كيطلبوا بزاف تا في تركيا تا في المغرب ولا كوليكسيون ديالو اللي خدم هو زعما عجبو تا هو بزاف ان شاء الله مازال متطويله بغى يخدم معاهم